يعطيكم العافية. الشابتر 5 بنحكي على كورينوفورم بكتيريا والاستيريا الاسبلوثريكس، رح نحكي على ديفتيريا الاستيريوسيز اند الاسبلويد. اجمالا الشابتر هذا قصير، رح نحكي عن الكورينوبكتيريوم سبيشيز، هدول اجمالا فري ليفينج سابروفايت يعني بيعيشوا رميات بيعيشوا برا، اجمالا موجودات على الهيومن والانيمالز. طبعا هن من مسؤوليات كتير عن تحليل الجثث باخر المطاف. اهم واحدة عندنا اللي هي كورينوبكتيريوم ديفتيريا اللي بتعمل عندي مشاكل كتير عند الانسان، اللي بس اليوم احنا عندنا vaccinated. في عندنا كمان بعض السبيشيز اللي بتصيب الاميونوكومبرومايزد هوست اللي رح نحكي عنهم كمان شوي صغيره. اهم شغله فيها هي طبعا بتعمل تشكل عندي great black colonies club shaped gram positive rods، بيعملوا لي شكل V و L shapes في الجرام ستين، زي هن بتعمل لي زي شكل ال Chinese character زي الكانجي الصينية. طبعا هذا لما نيجي نحكي على great to black colonies على Loeffler's coagulate media، إلها ميديا خصوصي. طبعا كمان من الأشياء المهمة إني أشوف ال volutin granules، هدول زي ما تشايفين على بيجي شكلهم نيلي على أحمر أطراف، وهي بتكون لونها أخضر خاصة طبعاً لما تعمل لي متى كروماتيك ستين. هدول من الميزات الأساسية لإلها. طبعاً هي توكسين بروديوسينج سترين عندها عن طريق البيتا بروفيج، وهنا بنحكي كمان مرة زيها للستوكوكس بايوجينز، مش كلهم عندهم التوكسين اللي بيعمل المشكلة. فإجمالا إحنا أغلب الناس يكون عندهم كورينوبكتيريوم ديفتيريا بوزيتيف بس التوكسين مش موجود عندها، فإذا لما بدأ أفحص بدأ أفحص الكورينوبكتيريوم ديفتيريا زائد التوكسين. موجودة ريزيرفوار الثروت والنازوفارينكس، طبعا كيف بنتكل؟ إما إني أنقل البكتيريا أو البروفيج يروح للإنسان اللي عنده البكتيريا بدون التوكسين وتتحول البكتيريا اللي عنده مع توكسين. طبعا هي نون انفيزيف، المشكله عندي انا الدفتيريا توكسين، وهذا الدفتيريا توكسين بيعمل انهيبيشن للبروتين سينثيسز، خاصه انه بيمنعني الاي اي اف 2 فاكتور اللي هو الالونجيشن فاكتور، بيمنع عندي الترانسليشن عشان هيك بطل البروتين سينثيسز عندي، فالخلايا بتموت مش عندها قدره على الريبليكيشن. طبعا بآخر المطاف نتيجة الانفكشن في الثروت أو الأوروفارينكس تعمل عندي ديستي جري سودو ممبرين واللي مشكل من الخلايا الميتة والفايبرين والبكتيريا البيجمنت. طبعا ممكن الاكستنشن انتو لارينكس تراخيا يصير عندي اوبستراكشن، وطبعا ممكن إذا راح التوكسين وصل للهارت والنير ممكن يعمل عندي طبعا دمج كامل لأنه راح يعمل لي انهبيشن للبروتين سينثيسز وين ما وصله. طبعا الإجمال الانكيبيشن بيريد من يومين لثلاث أيام بالأفرج، بس ممكن يكون من يوم لعشرة أيام يعني، بس هنا من أفرج بنحكي لك يومين لخمسة ديبند على الدوز على الإميون رياكشن اللي عنا. تبدأ في ماليز فيفر سوري ثروت، بعدين بصير عندي السودو ممبرين، ممكن يصير عندنا البالنيك زي ما شايفين لانه بصير عندي ليمف ادينوباثي. طبعا ممكن يوصل الاوبستراكشن للريسبيراتوري تراك، ممكن اذا وصل التوكسين للهارت مايوكاردايتس كاردياك ديسفانكشن، بعدين ممكن عندي ريكارنت لارجيال نيرف بالسي ولور ليمب بوليونيرايتس. هدول اجمالا ليش؟ لانه اذا وصل التوكسين لإلهم انا صار عندي دمج للخلايا، بنعرف انه هدول بصيرش عندهم إعادة بناء، وطبعا ممكن نوصل عندنا كمان للرينال فيلر إذا وصل التوكسين لإلها. في الكوتيني وزي ما انتم شايفين هون إنه إذا صار عندي إنجري وهي موجودة في هذا التوكسين موجود، طبعا أنا الإنجري بده يصير عندي أنا ريبيرنج للتيشو، بدي بروتين سينثيسز إني أغطي التيشو، ولكن لعدم قدرة الخلايا على تصنيع البروتينات بسبب التوكسين بصير عندي انا اجمالا
الكومبليكيشن اللي انتم شايفينه. قلنا انه انا اذا زرعت طلع عندي كوراينوباكتيريوم ديفتيريا مينينجلس، انا لازم اعمل فحص اشوف التوكسين. اليوم طبعا ممكن نعمل بي سي ار للدور على التوكسين، ولكن هذا الفحص الاساسي. اول شيء بزرع الاورجانيزم طلع عندي كوراينوباكتيريوم ديفتيريا، لما طلع عندي كوراينوباكتيريوم ديفتيريا باخذهم وبزرعهم كمان مره على ميديا لو اف اي، يعني عندي الاف اي واطي لانه الاف اي غذاء اساسي، فهي اذا لو اف اي بصير عندي انتاج التوكسين بكميات كبيره عشان تاكل، فانا بدي اخليها تنتج كميات كبيره من التوكسين فبحطها بلو اف اي. فزي ما انتم شايفين بزرع انا هاي بوزيتيف كنترول يعني عندها توكسين، هاي نيجاتيف كنترول ما عندهاش توكسين. هدول عيناتي 1 2 3 4 5 لسه. اذا البكتيريا وهذا اللاين اللي بالنص بجيب هذا الستريب، هذه بيكون فيها انتي توكسين، انتي توكسين كوميرشالي بنشتريها انتي توكسين. شو اللي بصير انه الانتي توكسين اللي هون راح يروح يمين شمال سبريدنج في الايجار، البكتيريا اللي بتنتج التوكسين راح تعمل التوكسين اب اند داون اب اند داون. في حال وجود التوكسين زي ما هو موجود عندنا هون، الانتي توكسين بيمشي بهذا الاتجاه، التوكسين بيمشي بهذا الاتجاه، ونفس الشيء بهون، ونفس الشيء هون، ونفس الشيء هون، فراح يلتقوا في النص وبيعملوا لي على زاويه 45 بريسيبيتيت. فراح اشوف البريسيبيتيت على اربع اتجاهات على زاويه 45. اللي ما عنده طبعا الانتي توكسين راح يمشي هيك، فيش توكسين يلاقي فمش راح يشوف. لاحظوا هون انه هذه العينه بوزيتيف، هذول اجمالا نيجاتيف، فانا بعمل بوزيتيف كنترول نيجاتيف كنترول عشان اشوف البريسيبيتيشن. الريثرومايسين بيمشي الحال، بس اهم شغله عندي الانتي توكسين، انا بوقف البكتيريا عن النمو عشان ما تنتج ليش توكسين زياده، بس كمان بهمني الانتي توكسين عشان انا هو التوكسين المشكله عندي مش شيء ثاني. طبعا الاندوكاردايتس والانترافينا بنعمل انترافينوس بنسلين الانجيوجلايكوسيدز لاربع لست اسابيع عشان أنا أقدر أنا أعمل تخلص من البكتيريا وأوقفها. وين إحنا بنأخذ الدفتيريا؟ هيو أنا طبعاً عندنا كوزاز هناك اللي هو الدفتيريا، سعال ديكي وشال الأطفال، هدول كلياتهم بنأخذهم كأطفال على الشهرين والأربعة وست أشهر 12 شهر تمام، وبعدين بنأخذ محفزات في السبع سنوات 13 سنة. هذا الفلسطيني في عنا فلسطين. لاحظوا لما على الشهرين دفتيريا على الشهرين، تتذكروا لما قلنا للأطفال الصغار نطعمهم للنمونيا نعطيها توكسويد لمين؟ للدفتيريا، عشان اوريدي احنا معنا على الشهرين المناعة للتوكسويد للدفتيريا. في عنا تانيات important كوراينوباكتيريوم، وقلنا هذول اجمالا بيكونوا عنا مش لل النورمال هيومن كلياتهم. طبعا الكوراينوباكتيريوم ديفتيريا حكينا عنها، بيهمني تعرفوا الاربعه هدول. السرنس هاي بتعمل عندي ديفتيريا اذا كان عندها التوكسويد، وفارنجايتس وند انفكشن لانه ممكن تكون عندي التوكسين معاها. سودو تيوبركيولوسيس هاي كمان بتعمل عندي ليمف ادينايتس، هاي كمان موجوده بالحيوانات الشيب والهورسز والجوتس. جيكم بتعمل اجمالا السكن، بتعمل عندي بكتيريميا، اندوكاردايتس، اليوريلايتيكس من اسمها يوريني تراك انفكشن بتعمل عندي، هذول ديروا بالكم عليهم. الليستيريا الليستيريا مونوسايتوجين اجمالا سمول جرام بوزيتيف رود بيتا هيمولايتيك، واجمالا هاي كان بوزيتيف زيها زي الستريبتوكوكس اجلاكتيا. عندها tumbling movement في البروث، facultative intracellular parasite يعني ممكن تعيش جوية الخلايا، وهي أصلا مشكلتها إنها بتفوت داخل الفاجوسوم بتحطمه بتطلع بتعيش في السيتوبلازم بتدمر الخلية. وأهم شغلة هي بتقدر تعيش في cold environment. طبعا الموجودة في الانيمالز في الجي اي تراك في الجينيتال تراك، عشان هيك ممكن تيجي من الحليب، تيجي من المثلجات التشيز، كل المنتجات اللي تيجينا من الحليب، ممكن زي ما حكينا انباستلايد ميلك برودكت بلانت سويل بتنمو على الكولد، عشان هيك السوفت تشيز ديلي ميت اجمالا الكابج هوت
هوت دوغز فروتس ايس كريم. وخذوا بعين الاعتبار انه اغلب الاسماك اللي بتعيش في المناطق الحلوه عندها الليستيريا. بس هل الليستيريا هاي كافيه تعمل عندي مرض ولا لا؟ هون لازم اذا بفحص السمك لازم افحص الدوز الليستيريا. وهي صارت عندنا مشكله سنه 2013 انه فحصوا الفيلي وطلع عنده الليستيريا. طب طبيعي يطلع الليستيريا، فراحوا صادروا كل هذا. لما تبين انه الدوز مش انفكشوس للهيومن طبعا كلف الحكومه خساره كبيره انه ترد للتجار. شو عندها الباثوجينيسيتي تاعتها؟ عندي الستيريولايسين او، عندي بيتا هيمولايسين، هذول اجمالا بيساعدوها على الخروج من الفاجوسوم للسيتوبلازم، وطبعا بهربوا من الكلي من الموت من اللايسوسوم اللايسوسوم فاجوسوم. وطبعا عندها القدره كمان انها بتعمل عندنا شيء اسمه الجيت جيت موفمنت. لاحظوا انها بتعمل عندي اكتين فيلمنتس وبتدفعها دفع للبكتيريا على الخليه الثانيه، فبتدخل على الخليه الثانيه كمان الاندوسومز وبتحطهم وبتدخل من الخليه الثانيه. فهي اجمالا بتنتقل من خليه لخليه من اجمالا عن طريق الاكتين فيلمنتس فورميشن، بتروح من خليه لاخرى عن طريق شيء بنسميه الجت زي طيارة النفاثة بتمشي بتضرب عندي نفاث. اوكي في طبعا في الاميون كومبرمايز بيشنت ممكن تعمل عندي سيديوس انفكشن. الليستيريوسيس طبعا اجمالا في شهر الصيف طبعا طبيعي لانه كلها بتيجينا من المثلجات ومن الاشياء البارده. البريجننت وومن عندي اجمالا مشكله بصير عندها سيمبتومز، بتروح لسيبتيسيميا، السيبتيزيميا تشيل فيفر، ولكن المشكله اذا دخلت البلاسينتا وراحت للبيبي. طبعا ممكن تعمل عندي سيبتيسيميا ومنينجايتس في بعض الناس، خاصه اجمالا اذا بتتذكروا في الصغار وفي فوق الستين. الليستيريا منينجايتس most common cause of meningitis renal transplant patient and adult with cancer. هدول حطوها تحتها خطوط لانها كثير بالنسبه لنا مهمه للليستيريا. اجمالا في النيونيتال، لانه النيونيتال اجمالا هم بنصابوا بنعمل عندهم meningitis وممكن تعمل عندهم مشاكل ثانيه. في عندنا early onset وlate onset. early onset late onset بيعتمد عندي هل اخذوا من البلاسينتا early او اخذوا من المستشفى في من اما من امه وهو بولد او انه من المستشفى خلال العمل مع المستشفى. طبعا هون بنطلع على الايرلي والليت. ايرلي اقل من يومين تظهر الاعراض، معناته اخذوا من الام عن طريق البلاسينتا. الليت بعد 5 ايام تظهر الانسنت، انه مش من امه لانه مستحيل اخذوا من امه وظهرت الاعراض على بعد 5 ايام. اهم شغله تعرفوها هون انه هون السيمبتومز الاساسيات. طبعا هون بما انه السيمبتوم من الدم disseminated cardiopulmonary distress central nervous system vomiting hepatosplenomegaly skin rash، لانه بالبلد هون اخذوا من البرة وبتروح للمينينجايتس اجمالا. هاي الفيتاليتي تاعتها من 10 ل 12%، هذه من 30 ل 80. اذا بدنا ندير بالنا انه اذا كان عندي اقل من يومين او اكثر من 5 ايام عشان نميز هل هو ايرلي ولا ليت. وطبعا هون بنروح لمينينجايتس، هون بنروح ل circulation والinfection في circulation. الdiagnosis إجمالا عندنا CSF إجمالا نزرع على 4 درجات لأنها بتعيش عليها على هي أصلا differential. treatment ambicillin gentamicin إجمالا prevention للpregnant immunocompromised patient. طبعا بنمنعهم من أكل الأشياء الباردة اللي ممكن تعمل عندهم مشاكل.
طبعا هذا بريفالنس موليكولار كاركتر انتي مايكروبيال ريزيستنس للليستيريا مونوسايتوجينز سالمونيلا انتريك اسريشيا كولاي كذا اندريك هاتلفان ان جوردن. هذا اجمالا لانه هدول اجمالا كلهم ممكن ينتقلوا لي عن طريق البرودكت تاعت الحيوانات اللي راح نحكي عنه بالتالي. الاريسبلوثريكس روزيوباثيا جرام بوزيتيف نون سبور فورمينج بليومورفيك ريزيرفا بتعيش في الخنازير اجمالا بس ممكن تكون في التركي والشيبس اجمالا. بتنتقل عن طريق للانسان عن طريق الشغل ممكن بطريقه وهو يقطع اللحوم او يذبح ممكن ينجرح زي ما انتم شايفين هون. بجمالا الاسبرويد ممكن سيلف ليميتنج سويلينج من 3 لـ 4 أسابيع بطيب لحاله المحل الجرح او الالتهابات اللي ممكن تصير منها. ولكن في الاميونو كومبرومايز او مرات كثيره ممكن تروح اذا طلعت على السيركوليشن بقوه تعمل عندي اندو كارديتس خاصه في حاله الفالف ريبليسمنت. ديسيمينيشن ممكن يصير ولكن زي ما حكينا ريرلي. دايجنوسيس كلتشر بنزرعها من البايوبسي باسيلاي شورت طبعا بس بتعمل عندي فيلمنتس بتصير عندي زي اللاكتوباسيلاي. اذا بدي انا ازرعها واقوي زراعتها بحطها على 5 لـ 10% كربون دايوكسيد. طبعا هي الفا هيموليسيس تريتمنت بنسلين بيتا لاكتام انتيبيوتيك افكتيف اريثروميسين وكليندامايسين كمان بس ممكن بس هي ديروا بالكم هي ريزيستنت للفانكوماسين يعني الفانكوماسين ما بيمشي معنا وبتمشيش معنا هي مع الفانكوماسين ويعطيكم العافية.